نفى مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السوراجي وجود أي اتفاق بين تحالف الفتح الذي يترأسه هادي العامري والأحزاب الكردية يقضي بانسحاب الحشد من المناطق المتنازع عليها ونشر قوات البيشمركة. وقال السوراجي أن البيشمركة وفق الدستور يجب أن تساند القوات الأمنية العراقية في المناطق المتنازع عليها والمناطق المشمولة في نينوى وكركوك ومناطق ديالى وبعض مناطق صلاح الدين.